هاي جايز، السلام عليكم. النهارده احنا كل مره بقول لي احنا هنعمل، المره دي انا قررت ان اصور الانترودكشن بعد ما اخلص خالص. و actually الحمد لله مبسوطه بالفكره دي. طبعا هي مش اختراع يعني، بس اول مره اجربها. actually انبسطت جدا 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 الحمد لله بالريزلت بتاعت الفكره. النهاردة عملنا ادرا كلاي، هي مش بولز ولا بليتس، يعني ممكن نقول من ده شوية ومن ده شوية. مين اللي هي معمولة عشان الجولري؟ انا عاملاها عشان الجولري عموما، نكلسز، رينجز، حاجات زي كده. كذا فكرة جات لي، وكان في افكار كتيرة كنت عاوز اعملها، بس دي الحاجات اللي انا استقريت عليها. ده شكل الكاكتس، طبعا اني بحب البلاك اند جولد جدا، فقررت ان دي تبقى الالوان. ده شكل مش فلاور ولا ليفز، يعني هو الاتنين مع بعض. مينلي دي كانت عجباني، يعني شكل ماندالا شوية، وده اكتر حاجة عجباني جدا فيهم، وصغنون جدا. طبقه صغنون جدا جدا جدا، يعني I think بالعافية اشيل رينجز مثلا، قبل برينجز ولا حاجة. بس هو كان اكتر حاجة عجباني، يمكن عشان صغنون اوي. دي مينلي انا عاملاها عشان الجلاسز، او لو حد حابب يستخدمها لسان جلاسز يعني. بس الحمد لله ده الفاينل برودكت، I really like it، الحمد لله I'm proud. عايز اقول لكم انه اسهل من السهولة نفسها. الموضوع كان لطيف جدا 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 وانا بشتغل فيه. انا حبيت الفكرة بتاعت الاير دراي كلاي جدا. بس actually انا بحب لسه still بفضل ان استخدم الكونكريت في حاجات تانية. طبعا ده الحاجات وده الحاجات، بس يعني mainly في الشغل حابة اكتر كونكريت. عايز اقول لكم ان انا اشتغلت، يعني هو اخد تقريبا 24 ساعة عشان ينشف، وده نورمال. الكولورينج اخد حوالي يومين. قعدت استخدم كذا لون، وكان في كذا فكرة كنت عايز اعملها. يعني الماندالا بلايت ده انا كنت حابة انه يبقى بيربل، وبعدين لما جربته I felt انه لا، يعني مش قوي. فالحمد لله استقرينا على الجولد. هو ماشي مع الثيم مين لي يعني. فريكو ده اصلا اسود من بره، جولد من جوه. بس كده. I hope ان شاء الله ان شاء الله الفيديو يعجبكم. Thank you so much for watching من الاول. Thank you so much. عشان اول بوابة نعملها احنا محتاجين مفرش قديم عندنا زي ده، تمام. ده مفرش تريكو قديم مقطوع زي ما انتم شايفين، متبهدل خالص. احنا بس هناخد الجزء اللي جوه ده، محتاجين مقص عشان نقص ده. الاير دراي كلاي دي انا مش عندي سكينة او حاجة معينة سبيشالايزد يعني عشان اقطع بيها الكلاي، فدي حاجة تول قديمة كده كانت في المطبخ، ورولينج بين طبعا عشان نفرد بيها، وفري تيب، والبازلين ده مهم جدا. نفرش ده مفرش بلاستيك، تمام، نحطه على الارض. ودلوقتي هنستخدم البازلين لايدينا وللمفرش قبل ما نحط الاير دراي كلاي.
عملت داونلود لبنانا ليف عشان يعني شكلها لونج كده, فحبيت ان هي دي تكون الشكل بتاع ال يعني البليت اللي هعمله عشان ال whatever بقى, سان جلاسز او جلاسز عادية. فهو ده الشكل بتاعنا, بس انا مش هقدر اعمل لها تريسينج لان انا عايزاها على سكيل اكبر, فهبقى بس محتاجاها تبقى قدامي عشان يعني لحد ما اعرف ارسمها شوية بإيدي انا لوحدي. ده شكل الكاكتس اللي انا اخترتها عشان اعمل بيها البليت دي, بقى هعملها تريسينج. تمام, هي محطوطة في السكيل اللي انا عايزاه, يعني هي تقريبا قد كف الايد حاجة زي كده, او يعني almost قد كف الايد في اللانث يعني بتاعها. بس يلا بينا نعمل تريسينج بقى. دايما افتكروا ان انتوا تعالوا البرايتنس بتاعة اللابتوب علشان لما تحطوا البيبر كده فيها تكون باينه كويس, والتاينيست ديتيلز تبقى باينه بالنسبه لكم عشان تعرفوا ترسموها. Thank you.
push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. See the horizon, turn us to thousands.